في اليمن، أفاد مراسلنا أن مواجهات مسلحة لا تزال متواصلة بين المقاومة الشعبية وجماعة الحوثي في مناطق مختلفة من محافظة إب وسط اليمن. ونقلا عن مصادر محلية، فإن مقاتلي المقاومة حققوا تقدما ملموسا على الأرض بدعم من طيران التحالف العربي الذي شن غارات عنيفة وسط مدينة إب. تقدم المقاومة الشعبية دفع مسلحي جماعة الحوثي إلى اللجوء لنسف منازل قيادات في المقاومة الشعبية بالمحافظة بحسب المصادر المحلية.